الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 3 تواريخ أو 3 مواعيد للدخول المدرسي، دورة 2023 2024 بالنسبة للأطوار الثلاث. لا شك أنكم سمعتم هذه الأخبار، أو أن هناك دخول أو هناك اختلاف في تواريخ الدخول المدرسي، وقد يتساءل البعض هل أين الصحيح من الخطأ بالنسبة إلى هذه التواريخ الخاصة بالدخول المدرسي. ما هي إلا مقترحات من مفتشي المواد البيداغوجية إلى لجان التفتيش الولائية، ولكن طبعا ما زالت وزارة التربية لم تحدد الوقت الفعلي والوقت الدقيق للدخول المدرسي. فعند مشاهدتكم لهذه التواريخ، فما هي إلا مقترحات في انتظار تأكيدها أو تأكيد غيرها؟ طبعا حيث سوف هناك بالنسبة سوف أذكر لكم المواعيد أو التواريخ التي تم اقتراحها، وذلك إلى لجان التفتيش أو لجان التفتيش الولائية. طبعا بالنسبة إلى عودة الإداريين، هذا هو الاقتراح الأول إلى مناصبهم، يكون يوم 20 أوت 2023 كاقتراح أول، بينما تم تحديد 23 أوت 2023 لالتحاق الأساتذة بمؤسساتهم. بالنسبة إلى وطبعا دائما بالنسبة إلى الأطوار الثلاثة، وكذلك عودة التلاميذ سوف تكون في المقعد الدراسة يوم 3 سبتمبر. هذا هو الاقتراح الأول. بالنسبة إلى الاقتراح الثاني، تاريخ 27 أوت 2023 لالتحاق الإداريين، هذا طبعا كاقتراح ثاني بمناصبهم، وعودة الأساتذة في 3 سبتمبر 2023 طبعا، بينما تم تحديد 10 سبتمبر للدخول المدرسي والدخول الاجتماعي 2023 2024. ونأتي ذلك إلى الاقتراح الثالث والأخير فيما يتعلق بتاريخ الدخول المدرسي، فحدد 24 سبتمبر القادم كأقصى تقدير. وكاقتراح ثالث فيما يتعلق بالدخول المدرسي، فيما تم اقتراح 27 أوت 2023 كتاريخ العودة للإداريين إلى مناصبهم، وتاريخ 10 سبتمبر لالتحاق الأساتذة. هذا ما أشارككم إياه في هذا الفيديو، وأذكر في نهاية الفيديو هذه إلا ما هي إلا مقترحات تم اقتراحها، طبعا ما تم اقتراحها من مفتشي المواد البيداغوجية إلى لجان التفتيش الولائية. والمعلومة كوننا لا نأتي بأي معلومة من فراغ، وإنما هذه المعلومة وهي من مصدر رسمي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.